بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التجربة الفعلية الأولى، كان لي تجربة سابقة بسيطة خفيفة لكنها مي بشكل موسع، الآن بيكون بشكل موسع، اللي هي إنشاء مزارع دودة الفيرمي كومبوست أسفل عشش وحظائر طيور الحمام. طبعا الحظائر أو العشش عندي تصميمها نعزكم الله مخرجات الحمام تنزل مباشرة تحت، حتى الغذاء بعض الغذاء يتساقط تحت. لأسيب النخل لما نحطه للتعشيش برضو يتساقط جزء منه. كل هذا مفيد في مزرعة دودة الفيرمي كومبوست، حتى الريش كله ممتاز يعني. فبيمدد إن شاء الله نحتري بس السمادي يتجمع بشكل أكبر، بعدين بإذن الله نبي ننزل تنزيل جزئي لدودة الفيرمي بشكل بسيط، بعدين نتوسع فيه. طبعا هذه المخرجات عزكم الله تنزل مباشرة، ريش ومخرجاتها كاملة، حتى الغذاء بعض الغذاء المتساقط برضه هذا يفيد الدود يعني. هذا ما شاء الله تبارك الله يعني التصميم ممتاز جدا، ما يحتاج حتى للعامل تنظيف عشش الحمام، دائما تكون نظيفة يعني. هذه أتوقع لها يمكن تقريبا 3 أسابيع أو 4، وهذه لها يمكن شهر وزيادة، وما شاء الله مخرجات بشكل كبير يعني. أنا أتوقع 2 أو 3 أسابيع خلاص تبدأ ترتفع عن سطح الأرض يمكن 4 سنتيمتر، لأن في أجزاء مرتفعة. وميزتها أنها التوزيع كامل للمخرجات، توزيع على كامل أرضية العشش هذه، هذه شيء ممتاز يعني، لا يحتاج من ناحية تنظيف العمالة ولا من ناحية تجهيز مزارع الدودة، تكون جاهزة من نفسها يعني. بس يبقى الترطيب، حتى فيها البيوض الخربانة تنزل، أعتقد أنها بتفيد يعني. هذا المخرجات ويسقط بعض الغذاء وبعض الريش وبعض. إن شاء الله أننا بنطبقها إن شاء الله بشكل دفعات عشان نشوف إن شاء الله تقبل الدود للمزرعة الجديدة بإذن الله. هو الخوف أنها تكون حارة بس، لكن ان شاء الله بيكون البطرة في المزرعة بداية تنزيل الدود، وهو يمشي براحته يعني، يبدأ يتوسع براحته الدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.